بسبب ارتكاب الأعداء لهذه الجريمة سقطت إمبراطوريتهم وسقطت قدسياتهم وانتهى منهجهم في هذه الحياة وانتهى الكلام عنهم حتى كحكام. اليوم تجد الحديث عن الحسين في كل مكان كل مكان، ولا يستطيع حتى النواصب أن يتكلموا ضد الحسين إلا بأن يقولوا مثلا أن الحسين اجتهد فله أجر واحد ليس أكثر من ذلك، مع أنهم في قلوبهم يعادون الحسين. ولو عاد الحسين اليوم وتكررت معركة عاشوراء لوقفوا مع بني أمية، لكنه لا يجرأ، ولا يجرأ أحد اليوم أن يقول أنا من بني أمية أو أريد إعادة أمجاد يزيد مثلا ابن معاوية. أبو الحسين أسقط تلك الإمبراطورية إلى الأبد. وكذلك إثارة زينب، هذه الجريمة التي لا تبرير لها على الإطلاق. لنفترض أن الأعداء تعاملوا مع الحسين باعتباره حامل راية ضد ظلمهم وطغيانهم فقاتلوه وقتلوه، لكن لماذا حمل الأسرى من بلد إلى بلد، كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الموصل ومن الموصل إلى بعلبك ومن بعلبك إلى حلب ومن حلب إلى دمشق مروراً بأربعين مدينة وأربعين منزل؟